كان قلتي لي بدهم يعملوا كبه مشويه. ايه تقبريني، ام زكي شعرت عليها قال مشان سعاد خانم تطلع من حالتها ولانه خلصت العده يا بعدي. يا الله شو جا على بالي كبه مشويه. تقبري عيوني بكره بساوي لك اياها. بس من تحت ايدين مرت عمي اطيب. يو شو هالحكي وليه؟ يعني انا ما بعرف ساوي كبه مشويه مثل مرت عمك سعاد؟ لا بتعرفي يامو، بس مرت عمي بتطلع معها هيك اطيب واشهر. بالله شو؟ يامو انت بتساويها حيله، اما مرت عمي بتمليها لحمه هبره. لا يو ما حبيت هالحكي منك يا لطفية. إيه امك بتعمل كبه بتنهدى الملوك، الشام كلها بتحكي عنها. ايه كتير. تركيها تركيها فوزية، انا بعرف ليش هيك عم تقول، لانه بدي اياني وافي انه رجع لها عصام مثل اللي كرهانينا اهلها، ولك بدك ترجعي لعنده لا قدر ولا قيمه، وبدك تعيشي مع ضره مشرشحه مثل امها. ايه قولي ما بدك ترجعيني وخلاص. قومي ساوي لنا قهوه بلي. قومي. حاضر. يا لطيف هاللطفية شو صايرة جقرة؟ والله ما كانت هيك. الله يصلحها ويهديها. فوزية أنا بعرف ليش أم عصام وأم زكي ونسوان الحارة عم يعملوا هالحركات. ليش فريال خانو؟ مشان يغيظوني ويغيظوكي يا بعدي. بس أنا شو ولا على بالي. طنش تعش فنش تدعش، إلهي سم الكراتي وزهرمان البخاري يفوت على قلبهم يا حق. آمين. يلا فريال استمي بنتك. وين ام زكي؟ عندي مشوار برجع لعندك. طيب ما بدي افهم شو صار. لك يا اختي سالي بنتك هي بتقلك خاطري. مع السلامه خالي ام زكي. يبعث لك حمى يا ام زكي شو بتنطفي لي قلبي ولك تحكي لك كلمه. الله لا يردك ولا عدد بتستهدي. تعالي شوف شو قال كيف سعاد. اهلك وسهلا اثنين كثير يا عمو. حكيت شي عمي؟ حكيت مو هي؟ لا لا يا عمو ما حكيت شي. لا اكيد اكيد حكيت. قولي وليه؟ يا مو والله مرت عمي ما بتبغضك، ليش انتي ما بتحبيها؟ كتير كتير ما بتبغضني. صدقيني كل القعدة ما في بيت ما غير الله يصلحها لأمك. الله لا يدر إلا بركة، ليش قليلة هالكلمة؟ إيه شو شايفتني مقطعة السابلة أنا؟ أمي أنتي ليش بتكرهيها لمرت عمي؟ هلأ فهميني شو صار مشان عصام؟ من أني ناحية يا مو؟ رح يرجعك ولا لأ خلص طنشي؟ ما بعرف. لكن شو استفدنا من الروحة يا بعدي؟ مرت عمي يمكن اليوم تحاكي عصام المسا من شاني. بدك تحاكي عصام مشانك اليوم المسا؟ قومي روحي من وشي. روحي. بدك يبعت لك حمى يا ام زكي على فصولك الناقصة، ويبعت لك داء السل والعلة انه ما قلتي لي شو صار بينك وبين سعاد. لك يا ام زكي انا من حقي اضمن لها مستقبلها لبنتي. لك يا اختي مستقبل بنتك مع جوزها شبه مع جوزها وبرجي طلقها مره تانية. لا اطمني ما رح يطلقها. لا مشان هيك انا بدي اضمن لها مستقبلها، ومشان هيك عم بطلب هالطلبات هي، واللي عجبه اهلا وسهلا وما عجبه مع الف سلامه. انسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي مش راحنا والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين.